الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كنا في اللقاء السابق مع ما جاء في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وقلنا إن الحق تبارك وتعالى ذكر لنا من الأدلة ومن البراهين المتعددة والمتنوعة التي تدل على قدرته سبحانه وتعالى على بعث الخلائق يوم القيامة وإعادتهم للحساب بين يديه سبحانه يوم القيامة. وذكرنا من هذه الدلائل ومن هذه البراهين آية خلق الإنسان، وبدأنا بذكر هذه الآية إذ قلنا إن الدليل على قدرة الله تبارك وتعالى على بعث الخلائق يوم القيامة، إن الدليل على ذلك آية خلق الإنسان. فالإنسان نفسه هو البرهان الأول الذي يدل على قدرة الله تبارك وتعالى على بعث الخلائق يوم القيامة. ولهذا قلت لكم إن ربنا سبحانه وتعالى أول ما أنزل من القرآن الكريم في أول ما أنزل ماذا قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقلت إن فعل خلق هنا لم يذكر له مفعول، لم يقل الله تبارك وتعالى خلق السماوات ولا خلق الملائكة ولا خلق الأرض، ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى مفعول هذا الفعل، أعني الفعل خلق. وعدم ذكر المفعول لهذا الفعل يدل على إرادة العموم والشمول، وأنه سبحانه وتعالى خلق كل شيء، ما يعلم منه الإنسان وما لا يعلم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الآية التالية مباشرة قوله سبحانه: خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان، قلت سبحان الله العظيم، لماذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى الإنسان؟ لماذا ذكر الإنسان بالذات دون غيره، مع أن هناك مخلوقات أخرى تسبق خلق
الإنسان. السماوات مخلوقة قبل الإنسان، الأرض مخلوقة قبل الإنسان، الملائكة خلقت قبل الإنسان، الجن خلق قبل الإنسان، عوالم متعددة خلقها الله تبارك وتعالى قبل الإنسان. فلماذا قال ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان؟ لماذا نص على الإنسان؟ حتى يرشد الإنسان إلى أن يبدأ في قضية التفكير في قدرة الله وعظمته. يبدأ بماذا؟ يبدأ بنفسه. يبدأ بمين؟ يبدأ قضية التفكير بآية خلقه. فإذا هدي، إذا هدي إلى ما في آية نفسه من دلائل وشواهد تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى عظمته، أيقن يقينا جازما بأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه أن يبعث الخلق يوم القيامة كما كانوا. وكأنه يقول قبل أن تبدأ في قضية التفكير، قبل أن تبدأ قضية التفكير في غيرك، ابدأ قضية التفكير في مين؟ في آية نفسك، فأنت أقرب الأدلة إلى نفسك، أنت أقرب الأدلة إلى نفسك. فانظر، ثم انتقلت بعد هذا إلى أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان من تراب هذه الأرض وذراتها، لكن ترى هل خلق ربنا سبحانه وتعالى الإنسان من تراب هذه الأرض من مكان واحد، من مكان واحد من هذه الأرض، ولا من أماكن متعددة من هذه الأرض؟ من أماكن متعددة، سبحان الله، من أماكن متعددة. نعم، كما جاء في الحديث عن أبي موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه، أبي موسى الأشعري، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى حينما أراد أن يخلق أبا البشر آدم قبض قبضة من جميع الأرض. إن الله تبارك وتعالى حينما أراد أن يخلق أبا البشر آدم قبض قبضة منين؟ من جميع الأرض. ولم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبضة من الأرض، وإنما قال من جميع الأرض، للدلالة على حكمة الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه أراد أن تشتمل مادة الإنسان، مادة جسم الإنسان، على جميع معادن هذه الأرض وألوان تربتها. سبحان الله، هي معادن الأرض مختلفة، نعم، هي ألوان الأرض، ألوان تربة الأرض مختلفة، نعم، سبحان الله العظيم. ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول في قرآنه الجامع التبيان لكل شيء: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. الله الله، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. اختلاف الألوان واختلاف الآية من آيات الله تبارك وتعالى، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. أحبابي، حتى لا أعيد ما ذكرته، خلق الإنسان
كان من تربة هذه الأرض. سبحان الله العظيم. حتى سألت نفسي هذا السؤال، فقلت سبحانك يا رب، خلقت أصل الإنسان من تربة هذه الأرض، هذه التي نعيش عليها. نعم، وذكرت لكم أنني ظليت يعني أبحث في آيات القرآن الكريم على دليل وبرهان يدل على أن فعلا أصل الإنسان منين؟ من هذه الأرض التي نعيش عليها، هذه، ولم يكن من تربة أخرى. فظليت أبحث في آيات القرآن حتى يهديني الله تبارك وتعالى إلى آية من الآيات تدل على أن أصل الإنسان منين؟ من هذه الأرض. فهداني الله تبارك وتعالى إلى آيات في سورة طه، يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: حينما أرسل الله تبارك وتعالى سيدنا موسى إلى فرعون، حينما أرسل الله تبارك وتعالى سيدنا موسى وهارون إلى فرعون، ففرعون حق سبحانه وتعالى بيخبر بأن فرعون سأل سيدنا موسى وأخاه هارون ماذا قال الله في هذا، قال: فمن ربكما يا موسى؟ من اللي بيسأل؟ فرعون. قال: فمن ربكما؟ السؤال موجه لمين؟ لسيدنا موسى وسيدنا هارون. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: ما شأن القرون الأولى وما حالها؟ قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. أي أنه سبحانه وتعالى جعل علم الأولين تسأل عنهم في كتاب، وليس معنى ذكر الحال الأمم السابقة في كتاب أن الله يضل أو ينسى، حاشا لله، لا، إنما حتى يقيم الحجة على عباده بما سطر عليهم في هذا الكتاب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أحبابي لننتبه. فقال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. العقول التي تنهى أصحابها عن الموبقات، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله أحبابي وقفت مع هذه الآية فقلت سبحان الله العظيم، الآية دي فيها مفردة، فيها مفردة قرآنية تدل فعلا على أننا خلقنا من هذه الأرض التي نعيش عليها، فيها مفردة لفظة. تقول لي إيه اللفظة اللي موجودة في هذه الآية؟ الآية ولا مفردة؟ لا، مفردة. ما هي هذه المفردة؟ المفردة يا أحبابي هي مفردة نعيد. نعيد، الله، نعيدكم، مفردة إيه؟ الفعل المضارع نعيد. ما هو نعيدكم ده عبارة عن كلمتين، الفعل المضارع وكاف الخطاب والميم الجمع. مفردة نعيد يا أحبابي دليل واضح على أننا
من كنا من في هذه الأرض ليه؟ ليه يا أحبابي؟ لأن إيه معنى الإعادة؟ انتبه معايا، إيه معنى الإعادة؟ الإعادة معناها إعادة الشيء، رده وإعادته إلى مين؟ إلى المكان الذي كان فيه من ذي قبل. موظف جالي انتقل من مكان إلى هذا المكان ليعمل فيه، لكني بعد أن جاء هذا الموظف عندي قلت لا لا لا، أنا لست في حاجة إلى وجودك، فماذا أصنع؟ أعيده إلى مين؟ إلى المكان الذي كان فيه أو أتى منه. يبقى الإعادة معناها رد الشيء إلى مين؟ إلى المكان الذي كان فيه. إذن قول الله تبارك وتعالى وفيها نعيدكم دليل على أننا كنا فين؟ كنا في هذه الأرض قبل أن يخلقنا الله تبارك وتعالى من هذه الأرض، وفيها نعيدكم. وعلى ذلك لابد وأن نؤمن إيمانا جازما بأن ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء اقتضت حكمته أن يخلق الإنسان وبني الإنسان من تراب هذه الأرض. لكن سبحان الله عظيم، كنا في هذه الأرض كنا إيه؟ كنا بشرا ولا كنا ذرات ترابية يا بني؟ كنا ذرات ترابية. فقلت سبحان الله عظيم، نعم آمنا وصدقنا بأننا كنا ذرات ترابية في هذه الأرض، لكن لا تزال الحكمة قائمة. لماذا يا رب يعني من هذه الأرض؟ قال لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يجعله خليفة فين؟ برضو في هذه الأرض. إن جعلهم في الأرض خليفة، اللي هو واحد، اللي هو آدم وأولاد آدم، إن جعلهم في الأرض خليفة. سبحان الله العظيم، خليفة هنا في الأرض هذه؟ نعم. طب هذا الخليفة حتى يحقق معنى الخلافة هيعمل ولا لا يعمل؟ هل لابد أن يعمل؟ أمال هيبني إزاي؟ أمال يعمر إزاي؟ أمال يشيد إزاي؟ إذن لابد أن يعمل. ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى كما سبق أن ذكرت، قلت بأن ربنا سبحانه قبل أن ينزل سيدنا آدم من عالم السماء إلى عالم الأرض، من الجنة إلى عالم الأرض، علمه وعلمه أسماء كل شيء علشان ينزل إيه بقى؟ ينزل متعلم طبعا ليباشر مهام الخلافة. وعلم آدم الأسماء كلها. أحبابي، فقلت سبحان الله عظيم، طب يعمل، طب وماله لما يعمل؟ قال لا لما يعمل يعني معناها هيبذل جهد وطاقة. طب وماله لما يبذل جهد وطاقة؟ قال لا، البذل هذا والجهد هذا يحتاج إلى قوة. طب القوة تجيله منين؟ قال مما تخرج الأرض من نباتها وثمارها وزروعها وخيراتها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخلقه من هذا حتى تتغذى مادته الجسدية مما يخرجه الله تبارك وتعالى من ثمار هذه الأرض ونباتها وزروعها. يعني إيه؟ قال يعني علشان لما يأكل قمح يبقى هو في قمح، ولما يأكل لحوم يبقى برضه هو فيه أصل مادته فيها لحوم. طب ولما يأكل خضروات وفواكه قال تبقى برضه مادته برضه فيها نفس، بس سبحان الله عظيم، بس يأكل كده يا رب كده بدون حساب،
يعني ياكل قمح بدون حساب وفاكهه بدون حساب ولحوم بدون حساب لا 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 لا، هو ربنا سبحانه وتعالى خلق مادته لي، خلقها بقدر ولا كده شويات؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، بمقدار محدد معلوم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن مدام خلق كل شيء وقدره، والعناصر مقدرة، كبريت مقدر، حديد مقدر، منجنيز مقدر، فوسفات مقدر، إذن لابد وأن تكون قضية أكله وشربه لابد وأن تكون إيه؟ لابد أن تكون مقدرة، بحيث لا يطغى عنصر على عنصر ولا يزيد شيء على شيء. لو أكل فواكه على طول ما ينفع، لو أكل قمح على طول ما ينفعش، لو أكل خضار ما الله. إذن لابد من قضية التنوع فيما يطعم الإنسان ويأكل الإنسان، بحيث أن المطعومات هذه تتناسب كلها مع مين؟ مع عناصر مادته التي خلقه الله تبارك وتعالى، فلا يتأتى التنافر والتباين بين ما يأكل الإنسان وبين أصل مين؟ أصل مادته التي خلقه الله. يا سبحان الله العليم الحكيم، العليم الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه، سبحان الله العظيم. أحبابي، آية خلق الإنسان، آية خلق الإنسان وخلقه من تراب دليل على قدرة الله تبارك وتعالى على إعادته يوم القيامة من الأرض، لأن خلقه من إيه؟ خلقه من الأرض ومن تراب. إذن معنى هذا أنه قادر على إعادته. ثم تعالى، أنت بتعجب ليه من قضية الإعادة؟ أليست الأجساد هذه أجساد البشر مودعة في هذه الأرض؟ يعني توفيها راح فيه برضو تحط في الأرض، مش كده ولا إيه؟ تحط في الأرض؟ لا يا سيدي، هو ما تحطش في الأرض، ده بيحرقوهم وبيذروهم وفي البحر وبيرموه. والله على كل، برضو ما خرجش من إيه؟ ما خرجش برضو طبعا يعني من أرض الله ولا من كون الله، يذريه يجمعه. ها، المهم أنه فين؟ أنه في أرض الله وفي كون الله. بس أنت تسأل بقى، تسأل نفسك، الإنسان العاقل بقى هو اللي يسأل نفسه، يقول لنفسه إيه؟ الله، هو طبعا يعني مجموع ولا متفرق ولا ايه يعني، هتفرق ايه يعني؟ يا ترى هو بقى عليم بذراته المتفرقة والمجموعة ولا غير عليم بها؟ للقضية عليم بالذرات ولا غير عليم بها؟ الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله 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 على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.